السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم أحبتي سوف نغوص في قصة من قصص الأنبياء، ألا وهي قصة إبراهيم نبي الله عليه السلام مع النمرود وكيف كان هلاكه. النمرود الذي طغى وعلا وتجبر وادعى الألوهية، كما ذكر بعض أهل العلم أنه أول رجل متجبر ملك الأرض، وقد بنى له صرحا بمدينة بابل، وكان في إهلاك الله تعالى له عبرة وعدة لغيره لمن طغى وتجبر. فتسرد الأحداث قصة النمرود مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما وردت في القرآن الكريم. نص قصة إبراهيم مع النمرود، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فما كان على نبي الله إبراهيم عليه السلام كسائر الأنبياء دعوة إبراهيم عليه السلام النمرود إلى توحيد الله الواحد الأحد، النمرود الذي كان النمرود ملكا متجبرا زمن إبراهيم عليه السلام، وقد استعلى وأفسد كثيرا، فبلغ من فساده ادعاؤه الألوهية لا إله إلا الله، حتى جاءه إبراهيم عليه السلام ليدعوه إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام والتجبر والعناد الذي كان عليه. فما كان من هذا المتكبر إلا أن رفض هذه الدعوة وأخذ يحاجج إبراهيم عليه السلام مناظرا إبراهيم، فدار الحوار بينه وبين نبي الله عليه السلام وثقه القرآن الكريم. فبدأ النمرود بادعاء الربوبية والألوهية، فكان يقول: أنا الله، أنا ربكم. فكان يحضر رجلين فيقتل أحدهما ويعتق الآخر، ظنا بفعلته هاته أنه قتل هذا فأماته ولم يقتل هذا فعفى عنه، أي أحياه. فكان هذا معتقده في كلام الله يحيي ويميت. فأقامت الحجة أو أقيمت الحجة على النمرود، فما كان على إبراهيم عليه السلام إلا بالمناظرة حتى يقيم عليه الحجة أمام الله سبحانه وتعالى. فقال له: إن الله تعالى الخالق المدبر يجعل الشمس بقدرته تشرق من المشرق، فإن كنت كما تدعي فاجعلها تشرق من المغرب. فبهت النمرود في معجزات الله سبحانه وتعالى وقوته وعظمته، فظهر عجزه وبطلان كلامه وزعمه الألوهية والربوبية، فسكت ولم يجب،
وظهر بذلك صدق دعوة إبراهيم نبي الله سبحانه وتعالى، وكذب وادعاء النمرود الكاذب. فلم يتب ولم يرد التوبة، فما كان إلا ما كان على الله سبحانه وتعالى إلا إهلاكه حتى لا يكثر الفساد والطغيان في الأرض. فتعددت الروايات حول كيفية إهلاك الله سبحانه وتعالى للنمرود، تعددت الروايات كثيرا، وقد ذكر أهل العلم أنها إسرائيليات، ولم تثبت إلا أن عددا من المفسرين والمؤرخين استشهدوا بها من باب العبرة والعظة لغيره من الطغاة والمتكبرين والمتجبرين، بشرط واحد وهو عدم الجزم بصحة الخبر أو نسبته إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومما قيل في هلاكه إن بعوضة دخلت في دماغه ومكثت 40 سنة حتى جعل يضرب رأسه كالمجنون بالحديد والمطارق حتى مات. ومن بعد ذلك خرج إبراهيم عليه السلام في قصته مع الأصنام، بعثه الله سبحانه وتعالى لدعوة قومه إلى توحيد الله وترك ما كانوا يعبدون من الأصنام. فمكث إبراهيم عليه السلام يدعو قومه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وبين لهم أن عبادة الأصنام لا تنفع، ولكن سوف تضرهم يوم القيامة بشركهم لله أو اتخاذ شريكا لله سبحانه وتعالى. لكن عادة الكفار من العناد والمخالفة والتكبر والطغيان والتجبر دعتهم إلى التمسك بالباطل وترك الحق. وكان أبو إبراهيم عليه السلام ممن يعبد الأصنام ولم يستجب لدعوة ابنه، وظلوا يعبدون الأصنام من دون الله. فلما رأى إبراهيم استكبارهم ورفضهم لدعوتهم أراد أن يعلمهم عجز أصنامهم ويقيم عليهم الحجة، فأخذ يحطم أصنامهم بيده، وترك صنما وهو أكبرهم ولم يحطمه ليحاججهم به. فلما رأوا أصنامهم محطمة اتهموا إبراهيم عليه السلام لأنه هو الواحد الذي كان يدعو إلى توحيد الله، فأحضروه فطلبوا بإحضاره. فلما سألوه عن فعله أقام عليهم الحجة، فأخذ يستشير عقولهم ليسألوا الصنم المتبقي عن الفاعل، فعلموا بذلك أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر بشيء، وظهر عجزهم فلجأوا للقوة والاستكبار والعناد، وأرادوا أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام بتدبيرهم بالنار. فاجتمعوا وأعدوا له العدة وأقاموا إليه محرقة كبيرة وفكروا في إحراقه بالنار حتى يرتاح منه ومن دعوته، لكن شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى وأمره سبحانه وتعالى فألقوا إبراهيم، ولكن رحمة الله نجته من النار. فأمره الله سبحانه وتعالى بالخروج والهجرة،
فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤنسه بملك من الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يرى أنهم وحدهم ينزل عليهم الملائكة ليؤنسوه. فأنزل الله سبحانه وتعالى ملك الوحي عليه بطرق وأساليب عدة، منهم أو منها إنزالهم في هيئة بشر كما حصل مع إبراهيم عليه السلام حينما جاءه وفد من الملائكة في هيئة بشر ليبشروه بولادة غلام له وإخباره عن عاقبة قوم لوط وإهلاكهم نتيجة أفعالهم ومعاصيهم التي كانوا يقومون بها الفاحشة. كان قوم لوط يقومون بالفاحشة على الرجال، فلما دخل عليه هؤلاء الضيوف لم يكن إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة، وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام معروفا بالكرم والجود، حتى أنه كان يكنى بأبا الضيفان. وأراد ضيافة الملائكة عنده فقدم لهم عجلا سمين كما ورد في القرآن الكريم، وطلب منهم أن يأكلوا لكنهم امتنعوا عن الأكل لأن الملائكة لا تأكل، فأكلها هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فلما رأى إبراهيم دخولهم عليه بلا إذن وأنهم امتنعوا عن الأكل فأوجس منهم خيفة، خاف منهم وظن أنهم يبيتون شرا. لكن الملائكة لما رأوا خوفه وهرعه أخبروه وأرادوا أن يطمئنوه، فما كان على الملائكة المرسلين من الله سبحانه وتعالى إليه إلا ليبشروه ببشارة فرح منها إبراهيم عليه السلام، ألا وهي بشارة الغلام الذي بشر به إبراهيم وهو شيخ، وإهلاك قوم لوط. فاستبشر إبراهيم عليه السلام واطمأنت نفسه وفرح ببشارته التي بشر بها، ألا وهي بشارة الطفل الذي بشره الله سبحانه تعالى به وهو شيخ كبير. إلى هنا تنتهي قصة إبراهيم المختصرة مع النمرود ودعاء قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أتمنى أن تنال القصة إعجابكم، أتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن يسدد الله خطايا وخطاكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.